السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الأول الثانوي بمجمع التعليم بالفيوم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية، وهو بعنوان حالات بناء الفعل الأمر. تحدثنا في الدرس السابق عن حالات بناء الفعل الماضي، وعرفنا أن الفعل الماضي هو ما دل على حدث أو عمل وقع في زمن الماضي وانتهى، وأيضا أن الفعل الماضي له ثلاث حالات للبناء. منها أولا قلنا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا كان لم يتصل به ضمير، أو إذا اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين، وأيضا يبنى ثانيا يبنى على السكون إذا كان آخره تاء الفاعل أو اتصل بآخره تاء الفاعل أو نون النسوة أو نا الفاعلين. ثالثا يبنى على الضم إذا كان متصل به واو الجماعة. اليوم سوف نتحدث عن حالات بناء الفعل الماضي، ونعلم أن الفعل الماضي هو الفعل الذي سوف يحدث في المستقبل، وأن الفعل الماضي هو دائما في الأصل مبني، فالفعل الماضي دائما بيكون مبنيا مثل الفعل الماضي والفعل الأمر دائما بيكون مبنيان. أولا الفعل الأمر يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به نون النسوة، يبقى يبنى على السكون في حالتين، وهما إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به نون النسوة، مثل لما أقول مثلا أطع أباك واحترم أخاك. أطع هي الفعل الأمر عندنا، ده فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ لأنه لم يتصل به أي ضمير، وطبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره أطع أنت. مين اللي هيطيع؟ احنا بنفتكر مع بعض بنعرف الفاعل بكلمة من، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأباك مفعول به منصوب وعليه بالنصبية الايه؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نفس الإعراب في كلمة احترم، احترم فعل أمر مبني على السكون لعدم اتصاله بضمير، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو نظرنا إلى المثال الثاني، قال لي اكتبنا الدرس يا بنات. اكتبنا ده فعل أمر، أصلها اكتب زائد النون، والنون هنا نون توكيد ولا نون نسوة؟ دائما وفي الشائع بنلاقي في الجملة أي مؤنث، يبقى النون دي عايدة عليها، يبقى هنا دي نون النسوة لأن هنا فيه في الجملة يا بنات والبنات مؤنثة، يبقى ده فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة تعرب، تعرب دائما فاعل إذا اتصل بالفعل، يبقى نون النسوة ضمير مبني في محل رفع فعل. دي الحالة الأولى. ثانيا قال لي يبنى الفعل الأمر على حذف حرف العلة. نفتكر مع بعض هي حروف العلة. حروف العلة كانت الألف والواو والياء. طيب قال لي الفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، يعني حرف العلة مش بيبقى موجود، لما يكون آخر حرف علة فلا بد من إزالة هذا الحرف في آخره وتوضع الحركة المناسبة، يعني لو آخر حرف الواو بنحط على الحرف قبل العلة ضمة، ولو آخر حرف الألف بنحط على الحرف قبل العلة فتحة، ولو آخر حرف الياء بنحط على الحرف قبل العلة كسرة. مثال اسعى إلى النجاح أو افش السلام، أو قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
لما نيجي نعرب مع بعض اسعى او افشى، ده فعل امر مبني على حذف حرف العلة، لان اسعى اخرها ايه؟ تقول لي اخرها الف، الف لينة اسعى. او لما اقول لي مثلا في الفعل افشي السلام، افشي، يبقى ده فعل اخره ايه؟ اخره ياء، لكن حذفت الياء او الالف لانه حرف علة. ففي حالة الفعل الامر المبني لما يكون اخره حرف علة يحذف هذا الحرف، مثل قوله تعالى ايضا ادعوا الى سبيل ربك. ادعوا المفروض يكون اخرها طبعا في غير القرآن واو، لكن حذفت الواو لانه حرف علة ولان هذا الفعل فعل امر، يبقى ده فعل امر مبني على حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مصدر تقديره انت. الحالة الثالثة من حالات بناء الفعل الأمر أنه يبنى على حذف النون إذا كان متصل بثلاثة ضمائر، بضمير من الثلاثة ضمائر، يا إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو احترم من هو أكبر منكما سنا، أو احترموا من هو أكبر منكم سنا، أو احترمي من هو أكبر منك سنا. الأفعال الماضي الأمر هنا عندنا في الأمثلة الثلاثة هي احترم أو احترموا أو احترمي. طب ده أفعال أمر مبنية على حذف النون لاتصالها سواء كانت بألف الاثنين في كلمة احترم أو واو الجماعة في كلمة احترموا آخرها واو الجماعة أو ياء المخاطبة في كلمة احترمي. يبقى ده فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب رابعا وأخيرا أن الفعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. مثال اتركنا الجدال وسعينا في عمل نافع. اتركنا الجملة ما فيهاش أي مؤنث لكن متصل بها نون، يبقى نون دي نون التوكيد. طيب يبقى أصل الفعل اترك أو اسعى لكن اتصل به نون، وده ما فيش مؤنث في الجملة يبقى في الأغلب هي نون التوكيد. يبقى اتركنا أو اسعينا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في اتركنا الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة في كلمة اسعين. يبقى فعل الأمر مبني على الفتح. هذه كانت حالات بناء الفعل الأمر على الفتح، أربع حالات. تدريب: اعرب الأفعال في الجمل الآتية. نحل الأفعال دي إن شاء الله مع بعض في البيت كده ونتدرب عليها عشان ما ننساش الدرس بتاعنا. قال لي واحد: ارمي بالعجب وراء ظهرك. اتنين: تجاوز عن هفوة أخيك. تلاتة: تجمل بالصبر حتى تتجاوز المحنة. أربعة: اسمه في خلقك وتعاملك. خمسة: قف وقفة المتأمل في كل كلمة تقرأها. ستة: تعاونوا على البر والتقوى. سبعة: لا تدعوا هذه الفرصة تفوتك. ثمانية: قل الحق يا بني أينما كنت. تسعة: وأخيرا حافظوا على نظافة المدرسة. نلتقي إن شاء الله المرة القادمة مع درس جديد من دروس القواعد النحوية للصف الأول الثانوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ مصطفى محمد، مدرس اللغة العربية بمجمع التعليم بالفيوم.